تعلن كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن العملية البطولية النوعية التي وقعت في العمق العدو الصهيوني، حيث تم وضع عبوة ناسفة داخل مجمع مركز في تل أبيب، وقد أسفرت عن مقتل 2 وأصابة 20 من الصهاينة حسب المعلومات الأولية باعتراف العدو الصهيوني. وقد قامت مجموعة الشهيد القائد نادر أبو الليل بهذه العملية البطولية، والتي تأتي ردا وانتقاما لشهدائنا الأبرار. الله يسعدك، الله يبارك فيك، كيف حالك؟